السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة وبسن والكرة الأعزاء في كل مكان في فيديو جديد. إن شاء الله الجميع بخير، نلتقي في عدد يومي آخر فيه الكثير من أخبار لاعبين المنتشرين في كل أصقاع العالم. سنتطرق في عددنا لنهار اليوم لكثير من أخبار لاعبين مثل مهدي زفان، عيسى مانديز، داتكا، فيجولي وغيرهم. هناك أيضا أخبار الميركاتو، فكما هو منتظر ومع نهاية الموسم ستكثر أخبار والإشاعات، وسأحاول جمع أكبر قدر منها. قبل أن نبدأ الفيديو والأخبار وكما فعلنا دائما، لا تنسوا إخوانكم في فلسطين الحبيبة بالدعاء. الآن مباشرة ومن دون إطالة ننتقل إلى فيديو اليوم الثلاثاء. نبدأ ببعض الأخبار السريعة. صحيفة آس الإسبانية قالت أن غياب لاعب الخضر عيسى ماندي عن آخر لقاءين لفريقه كان مبرمج، وماندي لن يشارك أيضا في اللقاء المقبل ضد سيلتا فيغو. عيسى اجتمع بمدربه مانويل بيليغريني قبل بداية الحصة التدريبية لنهار اليوم الثلاثاء، وطلب منه توضيحات عن التهميش الذي يتعرض له. وهنا رد بيليغريني بكل برودة أنه غير مرغوب فيك، ولن تلعب لقاء سيلتا فيغو أيضا إلا في حال وقوع معجزة. إدارة ومدرب ريال بيتيس يحاولون إخراج ماندي من الباب الضيق بعد أن اختار الرحيل لناد آخر. كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن تشكيلته المثالية للدوري الفرنسي الدرجة الثانية ليغ 2، وكما هو موضح في الصورة اختار الموقع السابق الذكر الجزائري حكيم زدادكا في مركز الظهير الأيمن. الموقع ذاته أشاد كثيرا بزدادكا في تبريره لاختياره، وقال أنه قال أن اختيار مركز الظهير الأيمن لم يكن متعبا لأن مستوى زدادكا كان أكبر بكثير من مستوى باقي اللاعبين، على أمل أن يساعده هذا المستوى على دخول تشكيلة الخضر للتربص المقبل إن شاء الله. كشف موقع توم باتيا الهولندي المحسوب على نادي توانتي عن مبادرة طيبة قام بها الدولي الجزائري رامز العربي زروقي، حيث أهدى الجزائري كرسيين متحركين وشعارات نادي توانتي لشخصين مقعدين سيدة وطفل. مبادرة زروقي الإنسانية لقي بفضلها الإشادة من الإعلام الهولندي، خاصة أن السيدة والطفل عبرا عن سعادتهما الكبيرة والبالغة بالحصول على كرسيين متحركين وأيضا بشعارات ناديهما المفضل توانتي. قالت صحيفة فاناتيك التركية الشهيرة اليوم الثلاثاء أن لاعب الخضر سفيان فيغولي غادر الأراضي التركية متوجها صوب الأراضي الإسبانية. الصحيفة التركية السابقة الذكر قالت أن فيغولي حط رحاله بمدينة مالاغا في الجنوب الإسباني، وهذا لقضاء عطلته، حيث اصطحب معه هناك زوجته وأطفاله الثلاث. أعتقد أن فيغولي بهذه الخطوة قد أكد غيابه عن بداية تربص المنتخب المقبل وأيضا لقاء موريتانيا كما أشرت في عدد سابق، والله أعلى وأعلم. ننتقل الآن لأخبار الميركاتو والبداية بأدم الناس. لو لاحظتم اسم الناس دائما ما يقترن فقط بالفرق الصغيرة مثل كروتوني وإيمبولي وبينيفينتو وغيرها، الآن انضم إليهم اسم صغير آخر وهو نادي سبيتزيا، حيث قالت تقارير إيطالية أن إدارة النادي ومدرب سبيتزيا فيتشينزو إيطاليانو كانوا قد اقتربوا من الناس الصيف الماضي لولا المشاكل الإدارية وانتقال الملكية، ويبدو أن الرغبة في ضمه ما زالت قائمة. ذات التقارير قالت أن الناس مطلب ملح للإدارة قبل المدرب، ورغم الأخبار التي تتحدث عن إقالة إيطاليانو بعد نهاية الموسم إلا أن ذلك لن يؤثر، وستقوم بتقديم عروضها لضم الجزائري. أعتقد أن انضمام الناس لسبيتزيا مستحيل، أندية مثل سبيتزيا تريد الناس عن طريق الإعارة فقط، وإدارة نابولي تريد بيع اللاعب لأن عقده شارف على الانتهاء ولم يعد هناك وقت للإعارات. بعد أستون فيلا يوم أمس، ها هو اسم نادي جديد يرتبط بالمتألق الجزائري مهدي زورغان، وهو الصاعد حديثا للبريمير ليج نورويتش سيتي. تقارير إنجليزية كشفت أن إدارة نورويتش سيتي معجبة كثيرا بزورغان، وترى أنه حل جد مناسب لشغل مركز الأجنحة في الفريق الموسم المقبل، خاصة بعد ثباته في تشكيلة ناديه بوردو. ذات التقارير كشفت أن نظام زورغان لن يكون صعبا، حيث ستقدم إدارة نورويتش سيتي العرض المالي المناسب، ومع الذائقة المالية لنادي بوردو فإنهم سيقبلون بكل فرح وسرور تسريح الجزائري.
الغريب في التقرير الإنجليزي أنه قال أن الخوف من زرقان ومناجرته، حيث يتخوفون من رفض زرقان الرحيل صوب البريمير ليج حاليا، ويفضلون بقاءه موسما إضافيا في فرنسا لكسب الخبرة أكثر، وهذا نقلا عن مصادر محلية. هل منكم من يرى أن بقاء زرقان لموسم آخر في الليج أفضل له؟ إلى فرنسا الآن وجديد ميركاتو جمال بالعمري. صحيفة ليكيب الفرنسية قالت في عددها لنهار اليوم أن أيام الجزائري في ناديه نونت في ناديه ليون قد انتهت، وبالعمري سيغادر فرنسا بعد عام واحد فقط. ليكيب قالت أن إدارة ليون اقتربت من إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب داميان دا سيلفا مدافع ران، والذي سيلعب دور المدافع الرابع بعد مارسيلو ديناير ودياموندي، وهو الدور الذي كان يلعبه بالعمري الذي لم يعد له مكان في فريقه الحالي. الحديث عن رحيل بالعمري يعني رحيله صوب الخليج. كنت قد أشرت كثيرا سابقا لأنه سيلعب في نادي قطر القطري، قطر أو السعودية، المهم أنه سيلعب في الخليج بنسبة كبيرة الموسم المقبل إن شاء الله. نعود لبريطانيا ومن إنجلترا لأسكتلندا هذه المرة، حيث كشفت تقارير محلية هناك أن ما قيل عن عرض نادي غلاسكو رونجرز للجزائري زين الدين فرحات صحيح. موقع رونجرز فيتال فوتبول قال أنه بحسب مصادره الخاصة مدرب غلاسكو رونجرز ستيفن جيرار مهتم حقا بفرحات، حيث يرى فيه اللاعب المناسب لخططه، وأرقام الجزائري مع ناديه نيم جد مقنعة، وضمه لن يكون مفاجئا إن حدث. ذات الموقع قال أن المشكل في قيمة اللاعب والمنافسة عليه، حيث قيم سعره بقرابة 8.5 مليون أورو، وهو رقم يبدو جيد جدا لنادي نيم الذي ودع قسم الأضواء، لكنه قد يكون عائقا أمام غلاسكو رونجرز. إلى أقصى شمال أوروبا وللدوري الروسي بالتحديد، أين أدلى من هناك لاعب الخضر ونادي كريليا سوفيتوف مهدي زفان بتصريحات للإعلام المحلي. الحوار كان قبل نهائي الكأس قبل أيام، وتكلم فيه زفان عن كثير من المحاور، لكن من أهم المحاور حديثه عن مستقبله. مهدي قال أنه مرتاح في كريليا سوفيتوف ولا يفكر في الرحيل، كما أنه يتطلع للعب مباريات الدوري الروسي الممتاز من جديد، وهذا بعد عام واحد فقط من السقوط. لكن رغم ذلك لم يجزم زفان ببقائه، وقال أن كل شيء متوقف على العرض الذي ستقدمه إدارة كريليا له، على اعتبار أن عقده مع النادي الروسي ينتهي إن شاء الله في شهر ديسمبر المقبل. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى. المصادر في صندوق الوصف لمن يريد التعمق في أخبار اليوم. سلام.